طه يستعرض إمكانات هذه الطائرة تايفون في سياق التقرير التالي. هذه هي الطائرة من طراز تايفون يورو فايتر، يمكنك تعلم قيادة هذه الطائرة في دقائق معدودة، وهذا ما حدث معي بالفعل. تعالوا لنرى. الطيار يمكنه الجلوس في الطائرة بهذه الطريقة، بهذه العصا يتحكم الطيار في الوظائف الأساسية للطائرة. على هذه الشاشة تبدو موقع الطائرة بالضبط. هذه الشاشة عليها بعض الوظائف الفنية للطائرة. هذه الشاشة عليها أهداف الطائرة. رغم صغر حجم هذه الطائرة نسبيا، ولكنها تستطيع حمل عشرات الآلاف من الأطنان من المتفجرات. الطيار في هذه الطائرة يرتدي سترة خاصة حتى تحمي جسمه من الضغط بسبب سرعة الطائرة الكبيرة. كل وظائف هذه الطائرة يمكن أن تتم بتعليمات صوتية، إلا وظيفة ضرب الأهداف. يجب أن يضغط الطيار على هذا الزر حتى تنطلق المتفجرات، حتى لا يحدث خطأ غير مقصود فيحدث ما لا يحمد عقباه بسبب النيران الصديقة. ومع الزميل الطيار محمد طه نصل إلى ختام هذه الجولة. بإمكانكم متابعة المزيد دوما عبر موقع bbcarabic.com. ألقاكم عند